4 في المحاضرة 11: هل للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر فيما هو معصية عندنا؟ يعني صورة السؤال أن يؤجر المسلم نفسه لكافر لبناء معبد للشرك، أو حمل محرم يشيل معاه خمرة أو ميتة أو خنزير، أو بيعه، أو أن يعمل عنده في معاملات ربوية، أو في مصانع تنتج محرمات أو مشاكل. الجمهور ذهبوا إلى الحرمة، ما ينفعش المسلم يؤجر نفسه لكافر في عمل كهذا. سئل الإمام مالك: المسلم يؤجر نفسه للكافر يحمل له خمرا؟ قال: لا تصلح هذه الإجارة. وقال: بل لا يعطى عليها إجارة، أي لا يأخذ عليها أجرة. سئل أحمد: أيبني مسلما للماجوس ناووسا؟ الناووس يعني حجر بينقر ويوضع فيه الميت. فقال: لا يبني له، لا يبني لهم. الآمدي قال ذلك، وهو من الحنابلة. الشافعي كرهه، ومثله الكنيسة وما يماثلها عند أهل الكفر، كذلك التمبل الأشياء الأخرى. يعني العمل في المعاملات الربوية، يبقى عرفنا الأمر ده مكروه، مكروه، لكن الجمهور حرمه، حرمه. الشافعي كرهه والجمهور حرمه، البناء وتأجير نفسه أن يحمل خمرا أو ما إلى ذلك، أو يبني لهم كنيسا أو يبني لهم معبدا أو شيئا مما يمت صلة لدينهم. العمل في المعاملات الربوية محرم. صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: وهم فيه سواء. والنووي الشافعي قال: هذا التصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما، وفي الحديث تحريم الإعانة على الباطل أيا كان نوعه. والنص هنا عام مطلق، بلا فرق بين من عمل بذلك في دار الإسلام أو في دار الكفر. بيخلص من هذا إلى أنه يحرم على المسلم أن يبني للمشركين دارا للكفر، أو أن يعمل لديهم ببيع خمر أو بيع خنزير أو أي محرم آخر، لأنها أفعال محرمة. ولذلك بتأتي أسئلة كثيرة جدا، يقول: أشتغل في الوول مارت كاشير أو في كاسكو كاشير. بنقول له حرام. ليه؟ لأن هيأتوا المشتري معه الخمر والخنزير، وإنت هتاخد وتبيع له، فيحرم. لا، أنا بشتغل في كاسكو في قسم الخضروات، في قسم الملابس، بشتغل في الوول مارت في قسم الملابس، أو في قسم الأجهزة الإلكترونية أو الكمبيوتر أو جائز، هذا جائز. لكن كاشير أو في قسم المحرمات لا يجوز، لا يجوز. وهذه من عموم البلوى هنا، من عموم البلوى في هذه البلاد، وإلى المسلم ما يعمل في هذه الأمور تماما. يعني إذا اضطر إلى ذلك، والضرورة هنا الضرورة الملجئة، ضرورة الملجئة. يعني من الأسئلة التي وردت علي بالأمس، قال لي: أريد أن أتزوج، والعمل عندي بقى يعني ضعيف جدا، لكنني أستطيع أن آكل وأشرب وأتحرك بسيارتي وأدفع الإيجار، لكن أريد أعمل شوية مصاري. فعرض علي عمل في محل سماك شوب، أبيع سجاير، أليست هذه ضرورة؟ قلت له: يعني بتاكل وتشرب وتحرك بسيارتك وفي ضرورة؟ أين الضرورة هنا؟ الضرورة هي التي تودي بالنفس، التي تودي بالنفس، الكليات الخمس يعني اللي ذكرناها. يعني الضرورة بتقدر بقدرها، فلا يتجاوز قدر الحاجة فيها ولا يتوسع في ذلك، ويكتفي بالكفاف، وليعمل جاهدا للخروج من هذا الواقع. يقدر الإنسان يوجد لنفسه يعني عمل آخر متى وجد مكانا حلالا خالصا. المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أفتى بحرمة العمل في المطاعم من غير ضرورة، أي المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير، وبحرمة تصميم معابد شركية أو الإسهام فيها. أما إذا اضطر العمل في تلك المطاعم يجوز، بشرط ألا يباشر نفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار فيها. كذلك الحال بالنسبة لتقديم الخنزير، لحوم الخنزير. وعليها بقى من المحرمات، على ذلك يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر بشروط: أن يكون العمل مباح حلال، ألا يعين على ما يعود ضرره على المسلمين، مش يروح يصنع له حاجات يخترعها عشان يروح يقتل المسلمين بها،
ألا يشتمل على مذلة وإهانة للمسلم. المسلم لابد أن يكون عزيزا بدينه دائما، عزيزا بدينه دائما، فلا يفعل هذه الأمور أبداً.